أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها. وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، أكد السيسي أنه لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية وينهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة. من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الصادقة في دعم القضية الفلسطينية ودفع مسار المصالحة الوطنية. هذا وشهد اللقاء التباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة والإعلان عن خطة السلام الأمريكية.